عندنا خبر مهم جدا عن نجمنا احمد حجازي لاعب منتخبنا الوطني وقلب دفاع فريق ويست بروميتش ألبيون الانجليزي اللي بيسعى حاليا لخوض تجربه اوروبيه جديده بعيدا عن الدوري الانجليزي. طيب حجازي كان عنده عروض كتير جدا حتى الموسم ده من انديه انجليزيه، لكن دلوقتي في عرض تركي لاحمد حجازي من جلطة سراي، الناس بتتكلم على ريال مدريد، لكن اللي في الصوره الى الان هو العرض التركي، الباقي يعني كلها تكهنات واجتهادات. لكن احمد حجازي ما شاء الله عليه بيحظى بشعبيه كبيره جدا في ويست بروميتش. انا عايز اقول لكم ان انا كنت مع احمد حجازي في اللقطات اللي انتم بتشوفوها دلوقتي في ويست بروميتش السنه اللي فاتت، بيعامل معامله النجوم. يعني احمد حجازي هناك في ويست بروميتش فرخه بكشك من الاخر كده، بيعامل معامله خاصه جدا، الناس بتحبه جدا جدا جدا. هو ما شاء الله ناجح هادي، بيعرف يتعامل مع اللعيبه هناك والاداره والمسؤولين ومسؤول يعني حاجه مشرفه جدا. لما رحنا لاحمد حجازي في انجلترا في ويست بروميتش شفنا مدى اهتمام الناس بيه ومدى الشعبيه الكبيره اللي بيحظى بيها احمد حجازي نجم منتخبنا الوطني، واحد من اللعيبه الكبار في الكره المصريه، ويستاهل طبعا ان هو يروح انديه كبيره جدا، لكن في تمسك كبير جدا بويست بروميتش على امل العوده مره اخرى الى طبعا دوري الدرجه الاولى في الدوري الانجليزي. معانا واحد ايضا من